السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم تبعوا معايا مقادير وطريقة التحضير. إن شاء الله عندنا هنا بيضة واحدة المكونات. هنا عندي كاس ديال السكر كما العادة، أنا ما تنبغيش نكثر السكر بزاف. غندير 4 كاس ديال السكر، يعني بحال تقريبا 3 المعالق، انا ما عبرتهمش، ولكن 4 كاس ديال السكر وبيضه واحده وكاس ديال الياغورت اللي بغيتو، يعني النكهه اللي بغيتو. انا درت النكهه ديال البنان لانها هي مجهده زوينه. مهم كل واحد كيدير نكهة اللي بغى. وعندي هنا الدقيق على حساب الخليط كما كنعرفوا دائما. بسم الله على بركة الله. تنديروا بيضة واحدة اقتصادي، ها انتم راه فيها كاس، انا ما درتش كاس، درت ربع، ومعنا درت غير ربع كاس وجات حلوة. قبصة ديال الملحة ضرورية. غادي نحرك هاد المكونات مزيان، نخلطهم بالخلاط يدوي، نخلطهم مزيان مزيان. غنزيد واحد الفاني تاهي باش تحيد لينا الزفورية، والنسمة ديالها زوينة. الليمون ما كاينش وغالي، الحامض حتى هو حتى هو غالي. هنا عندي 4 كاس ديال الزيت تقريبا 3 المعالق كبار، 4 كاس ديال الزيت و 4 كاس ديال السنيده. كاس ديال الياغورت بنكهه البنان او الموز كما قلت لكم. الله اكبر كنخلطوا هاد المكونات مزيان. هانتوما كتشوفوا الخليط كيفاش داير، كيجي مرغوي وزوين غا بالخلاط يداوي. مبغيتش انا ندير هذا، واحد معلقة ديال النشا كيخفف لينا الكيكة شوية. هذا غير اللي بغا يديرو يديرو، ما بغاش بلاش، غير باش ما نكثرش الطحين. عندنا كاس الاول انا عبرتو، غنديرو كامل. خمارة وحدة غادي نزيد مازال شوية ديال الطحين. انا دابا كنزيد شويه، راكم عارفين الطحين دائما على حساب الخليط. زدت معلقه ثانيه، ربع كاس ديال الماء سخون، هانتوما سخون. غنزيدو كامل وغادي نخلط هاد المكونات ديالي
الاقتصادية في متناول الجميع. هذا بس الصيف تيكونوا طيفان ولا يكون ناد مسافر والشهية شوية كتكون قليلة، تيبغي بنا بحال هاد الشي الفطور ولا الكوتي ولا مرة مرة نصوبو شي حاجة بحال هكا اقتصادية وخفيفة على الجيب شوية. صافي هنا غادي نزينها بشويه ديال الشوكولا ديال الحليب، شديك الشوكولات الحلو اللي كنديرو مع الحليب، غادي نزوقها بواحد شويه. انا ما درتهاش في الخليط، ما بغيتش نديرها في الخليط، بغيت نديرها بحال هكا. غادي نقادها مازال، غنزيد ليها دابا. غادي نقادها بالمعلقه، سهله. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم، يكون الفيديو عجبكم. صافي دابا انا شعلت الفران، غادي نحطها في الثلاجة واحد شوية عاد ندخلها للفران. كي كدير ليها نتوما كي كتجي، هذا الوجه ديالها. قطع لكم محطر، انا ما غادي ندير لها حتى شي حاجة، نخليها هكا طبيعية. هانتوما كي جات ديك الشكلاط اللي درت ليها، ما تشبعوش منها، زوينه خفيفه. هانتوما الشومة مدقسه ما والو، ومازال راه باقا سخونه. هانتوما انا غير كنوريكم الداخل كيفاش دايره فتيه. انا قطعتها كامله، هانتوما شوف نقطع واحد المورسو تاني نوريه لكم. نورمالمون الكيكه ما كتقطعش وهي سخونه، انا كي خرجت من الفران انا قطعتها. الكيكه ديالي هي هذه، كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم ونكون خفيفه ظريفه عليكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول قوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير على المشاهدة والمشاركة، كنتمنى الله تعالى تكون خفيفة ظريفة عليكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول قوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.